مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. مع بداية كل فصل أحب أغير أشياء بيتي. هالمرة لما رحت للسوق كانت يا أما أشياء درجة 10 مو ثانية، يا أما أشياء غالية. وطبعا أنا أحب أعمل الأشياء بنفسي وعندي وقت هالأيام، فقلت ليش لا ما أعمل أنا هذه الأشياء بنفسي. أخذت أفكار من السوق ورجعت للبيت طبقتها. أول شي راح أعمل كرات ثلجية أزين بيها تحت الشجر. استخدمت كرات الفلين وهذه الجواريب اللي تكون شوية فلافي. لما أخلي الكرة داخلها تكون فعلا كأنها كرات ثلجية. الطريقة جدا بسيطة وما تحتاج لصق كثير بس من الأطراف. هسه نشوف الطريقة. فقدت الكرات الفلين وابتديت أدخل الجواريب داخل هذه الثقوب. ما تحتاج لصق بهذه المرحلة. لما نكمل فقط أخلي بيها شوية بالجلوغان أو بمسدس الشمع شوية. حبيت الطريقة فقررت اني اعمل شوية أورنامنتس او اللي هي الكرات او بابلز اللي تتعلق على الشجرة. بنفس الطريقة راح اضيف لها بعض الاشياء. للتعليق استخدمت هذه الأجراس، راح ألصقها بالداخل. محتاجة شوية ضغط ونخلي بالنا لأنه مسدس الشمع يكون جدا ساخن. أعلقها بواسطة أي قيطان أو شريط. أعقدها عقدة بسيطة.
استخدم أي شيء صغير متوفر عندي. عندي هذه فردة حلق، وهذا أيضا أنجل صغير، راح ألصقهم. وبعدين نبدي المرحلة الأخيرة. هنا أنا أخلي طبقة خفيفة من الغراء اللاصق، اللي هو لما ينشف يكون شفاف ما يبين، حتى بعدين أخلي الجليتر. هنا أنا كان ممكن أستخدم سفنجة أو فرشة، بس ما أدري ليش ما استخدمت. المهم النتيجة واحدة. نخليها بالطريقة اللي نحبها، وبعدين نخلي الجليتر. راح استخدم هنا الجليتر الأبيض اللي هو بي السباركل، ينطي ألوان، وطلعت النتيجة جدا حلوة. أنا راح استخدم نوع ثاني من الشرابات. حبيت الشراب الأول الحقيقة الأبيض، مع أنه هذا لا بأس، بس حبيت هذاك أكثر. مرة ثانية أحب أكد، نخلي بالنا مسدس الشمع جدا ساخن. إذا ما متعلمة تستخدمي، خلي بجنبك ماء بارد، حتى أول ما تنلسعين رأسا تخلين إيدك بالماء. مرة ثانية أخلي طبقة خفيفة من الغراء، وهنا استخدمت جليتر لون ذهبي. بالدوائر الأصغر حامل طريقة ثانية، بأني حلف حواليها هذا الشريط اللي بيه هذه البومبوم يسموها،
اللي هي هذه الدوائر الصغار. أبتدي أخلي شيء بسيط من مسدس الشمع وألف. أقدر أستخدم أي نوع قيطان متوفر عندي أو دانتيل أو أي شيء. هذا لما بديت ألفه أخلي الشريط من الأعلى والبومبوم أو هذه الدوائر من الأسفل. وأيضا مكان التعليق حضيف هذه الأجراس اللي هي نقلتني الصراحة، يعني ما كنت أعرف شنو أخلي، فهذه تكون مناسبة جدا للتعليق. مرة ثانية أضيف طبقة خفيفة من الغراء، وبعدين أخلي عليها الجليتر. الفكرة الثانية بأنه عندي هذه العلبة كان بيها طبق اشتريته، وحابة أعملها شكل شتوي أو تناسب الديكور لهذا الفصل. كان ممكن أعملها ديكوباج بس ما كان عندي شيء متوفر، فعندي هذه الكروت. ممكن تستخدمون أي مجلات أي أوراق متوفرة عندكم. أحيانا المحلات أيضا يوزعون مثل البروشورات فيها أشياء تناسب الكريسماس والشتاء. هنا راح أصبغ. أول شيء استخدمت هذا المالتي سيرفيس. هذا يناسب جميع الأسطح ويجف بسرعة، فيعتبر مثالي بالنسبة لي.
أحصل الأشياء اللي أنا أريدها وأرتبها، وبعدين يلا أبدي ألصق. أحب أحدد الأشياء قبل ما ألصقها، فاستخدمت هذا الستامب أو اللي هو مثل الدمغة، لون بني غامق. أحدد دار مدار الأشياء ينطيها شكل أحلى وفنتجي. أخلي طبقة خفيفة من الغراء الشفاف لأني حابة يكون بيها شوية لمعان، فراح أضيف الجليتر. أيضا هنا المرحلة الأخيرة بأني ضفت الجليتر على العلبة الثانية. كان ممكن أني أضيف دانتيلات وديكورات ثانية، بس أنا رديتها شي سمبل وممكن نستعملها. يا رب تكون سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله القادم أفضل. إذا عجبكم الفيديو thumbs up، سبسكرايب وشير للقناة. شكرا، باي باي.